الدكتور محمد سليمان عبد المالك، رحلة إبداع ناجحة من عالم الطب إلى دنيا الكتابة. سيناريست ومؤلف للكوميديا والتراجيديا والأطفال، قدم في موسم رمضان الماضي رواية إبداعية جديدة لقصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس إمبراطورية ميم. وبدأ عبد المالك رحلته الفنية مبكرا وبرع في مجالات عديدة، الشعر والمسرح والموسيقى. ورغم دراسته للطب بجامعة قناة السويس، إلا أن الكتابة ظلت شغفه الكبير، فأصدر عددا من الأعمال الشعرية، منها مرثية فارس وكلمات بجمليون الأخيرة. اهتم عبد المالك بالكتابة للشباب، فقام بتأليف مجموعة روايات ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وكانت البداية عام 1998 برواية دماء في المعبد، التي استوحى أجواءها من التاريخ الفرعوني الذي كان مفتونا به أثناء الدراسة. ثم اتجه إلى الكتابة الصحفية قبل أن يستقر على كتابة السيناريو عبر ورش السيت كوم. كانت البداية بالمسلسلين الشهيرين تامر وشوقية والعيادة، وللأطفال كتب برنامج عالم سمسم ومسلسل الكرتون عصام والمصباح. وفي عام 2007 استقر الكاتب الشاب على العمل في كتابة الدراما التلفزيونية والسينمائية، ومن أبرز أعماله الأدبية السلاسل الروائية القصيرة المكتب رقم 17 ولوتس ومغامرات سين وترانزيت ورجل السايبر. وفي مجال السيناريو كتب مذكرات زوج وراجعين يا هوى وزنهم وفراولة وأولاد الليل، بالإضافة إلى كافيه تشينو، القطة العمية، اسم مؤقت، وفرق توقيت، وباب الخلق، ووعد، والحصان الأسود، ورسائل، ومليكة، بالإضافة إلى ممالك النار وخيط حرير. وقدم للسينما أفلام شد أجزاء وعزبة آدم، وفي الإذاعة قدم مسلسلات فراولة وسهم الزيتون ولسان عصفور، بالإضافة إلى العمل الإذاعي رومانسية بالأرانب ويخلق من الشبح 40.